السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم دكتورة نسمة. النهاردة في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله هنتناول موضوع الإنزيمات. هندرس عدة نقاط، منها تعريف الإنزيم، خصائص الإنزيم، إيه هي الفاكتورز، العوامل اللي بتأثر عندي على نشاط الإنزيم. هندرس كمان مع بعض الاستراكشر اوف الانزيم، تركيب الانزيم هنشوفه بيتركب من ايه وازاي تم تقسيم وتسميه الانزيمات اللي هي الكلاسيفيكيشن والنومنكلتشر اوف الانزيمز. وهندرس مع بعض كمان ازاي بيتم التفاعل ما بين الانزيم والسبستريت تحت عنوان الميكانيزم اوف الانزيم اكشن. واخر حاجه هنختم بيها المحاضره هي الانزيم انهيبيشن، او بمعنى تثبيط الانزيم، وده باستخدام بعض الكيميكالز او بعض الانهيبيتور اللي بتاثر بشكل سلبي على نشاط الانزيم. اول حاجه هناخدها مع بعض وهي تعريف الانزيم. بعرف الانزيم بقول ان الانزيم عبارة عن بيولوجيكال كاتاليست، يعني محفز حيوي وظيفته ان هو بيعمل اكسلريشن للكيميكال رياكشن. واهم صفة بتميز الانزيم ان هو اثناء التفاعل ولا بيتغير ولا بيستهلك، يعني ما بيتأثرش ابدا بالتفاعل الكيميائي. فلو جيت عرفت الانزيم بشكل مفصل بقول كيميكال اورجانيك كومباوند، يعني مركب كيميائي عضوي، الطبيعة بتاعته بروتينية، بروتينيك ان نيتشر، بستخدمه كبيولوجيكال كاتاليست، كمحفز بيولوجي. وكلمة كاتاليست يعني محفز، يعني هيعمل سبيدنج او اكسلريشن للبايوكيميكال رياكشن ويزود بينج تشينج اور كونسيوم زي ما ايه زي ما قلت. ومن التعريف ده هنبدا نستنتج عند بعض الخصائص اللي بتميز عندي الانزيم. هنشوف مع بعض تاني نقطة هنتناولها في المحاضرة بتاعتنا وهي البوبارتس اوف انزيم اللي هي خصائص الانزيمات. اول خاصية عندي زي ما بقول ان هو زي ما قلت من التعريف هو اورجانيك كاتاليست، وطالما قلت كاتاليست يبقى هيسرع التفاعل عندي بدون ما يتغير او بدون ما يتأثر. يعني ممكن ان انا الخص النقطة دي كلها اقول ان هو not affected by chemical reaction، يعني ما بتأثرش بالايه بالتفاعل الكيميائي. تاني نقطة عندي بقول او تاني خاصية بقول ان هو بروتينيك ان نيتشر، يعني الطبيعة بتاعته بروتينية. وطالما قلت ان الطبيعة بتاعته بروتينية البروتين عندي بيتأثر بالايه بيتأثر بالتمبريتشر وبالايه وبالبي اتش وبعض الكيميكالز، بعض المواد الكيميائية اللي بيكون لها انهيبيشن افكت، يعني تأثير مثبط على نشاط الانزيم، واللي انا بسميها بي الانهيبيتورز، ودي هندرسها مع بعض بالتفصيل في نهاية المحاضرة. يبقى بما ان الانزيم عندي ليه طبيعه بروتينيه فبلاقي ان الانزيم بيتاثر بدرجات الحراره المختلفه ودرجات البي اتش المختلفه، وكمان بيتاثر ببعض الكيميكالز، ودي ديجرامات بتوضح عندي العلاقه ما بين ديفرنت بي اتش والريت اوف رياكشن وديفرنت تمبريتشر دي جي برده والريت اوف ايه ريت اوف رياكشن او الانزيم اكتيفيتي، ودي هناخدها بالتفصيل لما اجي ادرس الفاكتورز العوامل اللي بتاثر على نشاط الانزيم. بس مؤقتا هنا دلوقتي عايزه اعرفك ان كل ما بزود البي اتش بيزيد عندي نشاط الانزيم او بيزيد عندي ريت اوف رياكشن لحد ما بوصل لنقطه تسمى بالاوبتيمم ديجري اللي هي الدرجه المثلى اللي عندها بحصل على اعلى انزيم اكتيفيتي او بمعنى اخر اعلى ريت اوف رياكشن. لو انا زودت البي اتش عن الاوبتيمم ديجري هيحصل عندي ديكريز في ريت اوف رياكشن، بيقل عندي ريت اوف رياكشن زي ما البوينتر بيشاور الكيرف عندي بايه بيقل. وهنعرف مع بعض لما اجي ادرس الفاكتورز اللي بتاثر على الانزيم يا ترى نشاط الانزيم او ريت اوف رياكشن بيقل ليه. نفس الكلام في التمبريتشر، كل ما بزود التمبريتشر ديجري كل ما بيزيد عندي الانزيم اكتيفيتي وريت اوف رياكشن لحد ما بيوصل للاوبتيمم ديجري. بعدها لو زودت التمبريتشر بيحصل عندي ان التفاعل عندي بايه بيقل ونشاط الانزيم عندي بيقل. وهنعرف تفسير الكلام ده لما اجي اوصل للعوامل اللي بتاثر على نشاط الانزيم. ننتقل للخاصيه اللي بعد كده، نستكمل بقى مع بعض الخاصيه اللي بعد كده. بقول ان الانزيم من اهم الخصائص بتاعته ان هو lower الاكتيفيشن انرجي اوف الكيميكال رياكشن، يعني بيقلل لي طاقه التنشيط اللازمه للتفاعل الكيميائي. ولو عايزين نعرف مع بعض ايه هي الاكتيفيشن انرجي، بص معايا، كل تفاعل كيميائي في رياكتنت او في مواد متفاعله بتدخل في التفاعل وفي الاخر بينتج عندي برودكت. في البدايه خالص المواد المتفاعله او الجزيئات اللي بتدخل في التفاعل الكيميائي دي محتاجه طاقه تنشطها قبل ما تدخل في التفاعل. فبقول ان الاكتيفيشن انرجي هي الانرجي اللازمه يوزد او ريكوايرد تو ميك اكتيفيشن، عشان تعمل اكتيفيشن للايه للمولكيولز اوف سبستريت او المولكيولز اوف رياكتنت بيفور انتر الايه بيفور انتر الرياكشن قبل ما تدخل في الايه في التفاعل. هديك مثال بسيط، لو انت عندك كمية من الخشب وعايز تعمل بيرنينج يعني تحرق الخشب ده، هل هيحصل بيرنينج للخشب كده من نفسه ولا لازم انت تديله طاقة الاول، تجيب مصدر ليه اللهب او مصدر للطاقة، تعمل اجنيشن انت بنفسك للايه للود ده، فهجيب مصدر ليه اللهب وتعمل اجنيشن يعني تعمل حرق للايه للود ده او
تبدأ تشعل النار فيه، فيبدأ يحصل عندي بيرنينج للوود، يتحرق عندي الخشب ويدينا عندي الايه، يدينا عندي بقى كمية كبيرة او كمية هائلة من الايه، من الطاقة. يعني معنى كده ان الجزيئات اللي هتدخل في التفاعل هي محتاجة طاقة تنشطها في الاول، محتاجة حاجة تحركها وتنشطها في الاول قبل ما ايه، قبل ما تتفاعل وقبل ما يبدأ التفاعل الكيميائي عندي. وهو ده معنى كلمة الاكتيفيشن ايه، معنى كلمة الاكتيفيشن انرجي. طيب لو جينا بصينا في الدياجرام عندي، ازاي الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي؟ لو جينا بصينا للكيرف اللي هو ممثل عندي بالريد كلر اللي هو اللون الاحمر، ده في حاله عدم وجود الانزيم. بص المواد المتفاعله او المولكيولز بتاعه السبستريت محتاجه كميه طاقه قد ايه عشان يحصل لها تنشيط، محتاجه اكتيفيشن انرجي كبيره جدا، ده في حاله عدم وجود الايه، في حاله عدم وجود الانزيم. طيب الكيرف اللي ممثل عندي باللون اللبني اللي البوينتر بيشاور عليه، ده في حاله وجود الايه، في حاله وجود الانزيم. في حاله وجود الانزيم بلاقي ان الاكتيفيشن انرجي اللازم عشان تعمل لي اكتيفيشن للمولكيولز اوف السبستريت بتقلل اكتر من الايه، بتقلل اكتر من النص. وفعلا ده دليل ان الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي اللازمه للكيميكال ايه، رياكشن. ولو جه هاجي اديك مثال بسيط كده عملي، لما جم يبصوا على الاكتيفيشن انرجي اللازمه عشان تعمل اكتيفيشن للديكومبوزيشن اوف الهيدروجين بيروكسيد، لما جم يكسروا الهيدروجين بيروكسيد في حاله عدم وجود الانزيم، لقوا ان الاكتيفيشن انرجي تقدر بحوالي 18 كيلو كالوري. طب لو جم جابوا الانزيم اللي هو الكاتاليز انزيم اللي هو مسؤول عن تكسير الهيدروجين بيروكسيد، وجدوا ان في حاله وجود الكاتاليز انزيم فالاكتيفيشن انرجي اللي هي كانت بحوالي 18 او 18.2 قلت لاكتر من 65% عشان توصل لكام، ل 6.4 كيلو كالوري. يبقى فعلا ان الانزيم قلل لي الاكتيفيشن انرجي. لو جينا بصينا في حاله عدم وجود الانزيم كانت الطاقه حوالي 18 كيلو كالوري، طب الانزيم لما جه الكاتاليز قلل لي الطاقه دي لحوالي كام، 6.4 كيلو كالوري، يعني اكتر من كام، اكتر من 65%. وده دليل بياكد لي فعلا ان الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي اللازمه للكيميكال ايه، للكيميكال رياكشن. ننتقل للنقطه اللي بعد كده، بقول الانزيم سبيسيفيك ان فانكشن، يعني متخصص في الوظيفه بتاعته. لو جينا بصينا لكل انزيم سبيسيفيك سبستريت خاص بيه، زي ما بقول لكل لوك لكل قفل سبيسيفيك او سيرتين كي مفتاح معين، برضه لكل انزيم سبيسيفيك سبستريت خاص بيه. طب يا ترى ليه؟ لان كل انزيم فيه اكتف سايت اللي هو الموقع اللي من خلاله السبستريت بيرتبط بيه الانزيم. الاكتف سايت ده شكله بيكون كومبلمنتري مكمل واكزاكتلي فيت، بيناسب تماما شكل الايه، شكل السبستريت. فعشان كده لكل انزيم سبيسيفيك سبستريت ايه، سبيسيفيك سبستريت خاص بيه. ويعني ايه الاكتف سايت؟ الاكتف سايت ده موقع موجود على سطح الانزيم عندي، الموقع ده اللي من خلاله السبستريت بيرتبط بالايه، بالانزيم. وخلي بالك سطح الانزيم مليان بالبندنج سايت، مليان بمواقع الارتباط، بس مش كل البندنج سايت اكتف سايت، مش كل مواقع الارتباط اكتف سايت من خلالها السبستريت بيرتبط، ولكن بعضها بس هو الاكتف سايت اللي من خلاله السبستريت يرتبط بالايه، بالانزيم. الخاصيه اللي بعد كده بقول ان الانزيم عندي لارجر ان سايز، يعني الحجم بتاعه اكبر من حجم السبستريت. فعلا زي ما البوينتر بيشاور حجم الانزيم اكبر من حجم السبستريت، وطبعا دوت بيسمح بان لارج سيرفيس اريا ليه الايه، للكيميكال رياكشن عندي. يعني لما يكون سطح الانزيم كبير ده هيديني مساحه اكبر للايه، للتفاعل الكيميائي وارتباط السبستريت بالاكتف سايت للايه، للانزيم. ننتقل للخاصيه اللي بعد كده، بقول ان الانزيم عندي ليه كولويدال نيتشر. واللي ما يعرفش يعني ايه كلمه كولويدال، يعني غرويات او اللي هي الطبيعه الغرويه، كلمه كولويدز يعني جيل لايك، يعني حاجه تشبه الجيل. والتعريف بتاعها هو عباره عن ميكشر بين تو كومبوننت، يعني خليط عندي ما بين تو كومبوننت. الكومبوننت الاول بسميه بالديسبيرسد بارتكلز اللي هي الجزيئات اللي هتنتشر. طيب يا ترى هتنتشر فين؟ هتنتشر في المكون التاني عندي اللي هو الديسبرشن ميديا اللي هي وسط الايه، وسط الانتشار. ودايما بيكون الديسبرسد بارتكلز اللي هي الجزيئات المنتشره اكبر في الحجم من حجم الايه، الديسبرشن ميديا، عشان كده بتكون لي الايه، بتكون لي الكولويدز او الغرويات. طيب نرجع بقى ان الانزيم ليه كولويدال نيتشر، طبيعه غرويه. طب برضه ده هيفيد في ايه؟ هيفيد ان دوت بيزود لارج سيرفيس اريا، بيديني مساحه سطح اكبر للايه، للكيميكال رياكشن. اخر خاصيه عندي اللي هي رقم 9، وهي ان الانزيم ليه امفوتيك بروبرتيز، يعني خواص متردده. طب ده بيرجع لايه؟ بيرجع زي ما قلت ان الانزيم ليه طبيعه بروتينيه، وان التركيب بتاع البروتين لما جينا بصينا لتركيب البروتين، وحده تكوين البروتين هي الايه، الامينو اسيد. احنا عارفين ان وحده بناء البروتين هي الامينو اسيد. لما جينا بصينا للكيميكال ستراكشر للامينو اسيد، وجدنا ان الامينو اسيد بيحتوي على 2 ديفرنت جروبس،
الاسيديك جروب اللي هي الممثله في الكربوكسيليك جروب، والبيزك جروب اللي هي الممثله في الامين او الامينو جروب. طيب كون ان الامينو اسيد او البروتين عندي بيحتوي على تو ديفرنت جروب سواء كان الاسيديك او البيزك جروب، ده بيخلي البروتين عندي ليه خواص متردده، وبيكسب بالتبعيه الانزيم عندي الخواص المتردده، فبلاقي ان الانزيم عندي يقدر يتفاعل مع الالكالين والاسيديك ايه سبستريت. ده معنى كلمه انفوتيك بروبايتس اللي هي الخواص المتردده، معناها ان الانزيم اللي عندي يقدر يتفاعل مع كل من الالكالين والاسيديك سبستريت. وزي ما قلت ده بيرجع للايه للطبيعه البروتينيه للانزيم، ودي شرحتها لما جيت ايه شرحت الديجرام اللي عندي. بكده يكون خلصنا البروبايتس اوف الانزيم، ودي استنتجنا معظمها من تعريف الايه الانزيم. ننتقل بقى للنقطه اللي بعد كده وهي الانزيم اكتيفيتي اللي هي نشاط الانزيم. لو جينا عرفنا الانزيم اكتيفيتي بقول ايه، بقول ان هو نمبر اوف سبستريت مولكيولز، عدد جزيئات السبستريت ترانسفورمد انتو برودكت اللي هتتحول عندي لبرودكت بير يونت تايم لكل وحده ايه لكل وحده تايم لكل وحده من الوقت. والانزيم اكتيفيتي او نشاط الانزيم ده هيتاثر ب عدد من الفاكتورز، عدد من العوامل اللي هندرسها مع بعض في الشريحه الجايه. نيجي بقى ننتقل للفاكتورز العوامل اللي بتاثر عندي على نشاط الايه على نشاط الانزيم. بقول ان عندي من العوامل اللي بتاثر على نشاط الانزيم التمبريتشر البي اتش، الانزيم كونسنتريشن، والسبستريت كونسنتريشن. طب هل يا ترى دكتور هم الاربعه فاكتورز دول اربع عوامل بس اللي بيأثروا لي على نشاط الانزيم؟ اقول لك لا، في عوامل تانية ولكن دول اهم العوامل. من العوامل الاخرى زي ما قلت بعض الكيميكالز اللي ممكن تاثر بشكل سلبي على نشاط الانزيم وتعمل له انهيبيشن، واللي انا بسميها بالانهيبيتورز، ودي هندرسها بالتفصيل في نهايه المحاضره. اول فاكتور عندي اللي هو الايه، اول فاكتور عندي اللي هو التمبريتشر اللي هي درجه الحراره. لما جيت رسمت علاقه ما بين ديفرنت تمبريتشر ديجري والانزيم اكتيفيتي او الممثل بالريت اوف رياكشن، وجدت ايه، وجدت ان كل ما برفع درجه الحراره عندي كل ما بيزيد الانزيم اكتيفيتي، او بمعنى اخر بيزيد الريت اوف رياكشن اللي هو معدل التفاعل. طب يا ترى ليه؟ لان كل ما بزود درجه الحراره بتزيد حاجه عندي تسمى بالكاينيتيك انرجي اللي هي طاقه الحركه. طيب هتفيدني ايه في طاقه الحركه دي؟ هتفيدني طاقه الحركه ان لما بتزيد عندي طاقه الحركه بالتالي بتزيد فرصه حركه جزيئات السبستريت، وبتزيد فرصه التقاء او تصادم السبستريت بالاكتيف سايت للايه للانزيم، وبالتالي يرتبط السبستريت بالاكتيف سايت للانزيم ويتم عندي الايه ويتم عندي رياكشن، فبلاقي ان معدل التفاعل عندي بيزيد. يبقى زياده درجه الحراره هتزود عندي الكاينيتيك انرجي، وبالتالي هتزود حركه المولكيولز اوف الايه السبستريت، فهيزيد فرصه تصادمها بالاكتيف سايت للايه للانزيم. طب يا ترى زياده التمبريتشر هتزود الريت اوف رياكشن كده الى ما لا نهايه؟ لا، لحد ما توصل لنقطه تسمى بالايه بالاوبتيمم تمبريتشر اللي هي قمه الكيرف اللي البوينتر بيشاور عليها دي. طب ايه هي الاوبتيمم تمبريتشر دي؟ الاوبتيمم تمبريتشر هي درجه الحراره المثلى اللي هي عندها انا بحصل على اعلى انزيم اكتيفيتي واعلى ريت اوف رياكشن. طيب درجه الحراره دي لو انا زودت بعدها، لو زودت الحراره عن الاوبتيمم ديجري عن الدرجه المثلى دي، هيحدث عكس بقى زي ما بقول كده، المثل بيقول الحاجه لما تزيد عن حدها بتتقلب لضدها. نفس الكلام لما بتزيد درجه الحراره هنا عن الحد اللي هو الاوبتيمم تمبريتشر، فبيحصل عندي ايه ان معدل التفاعل عندي بيقل. طب يا ترى بيقل ليه؟ لان بزياده درجه الحراره عندي حصل حاجه تسمى بديناتوريشن اوف الانزيم. يعني ايه ديناتوريشن اوف الانزيم؟ يعني الانزيم اللي عندي اتكسر. طب يا ترى ليه؟ زي ما قلت ان الانزيم ليه طبيعه بروتينيه، ومن خواص البروتين ان بارتفاع درجه الحراره بيتكسر الايه بيتكسر الروابط الكوفالنت بوند عندي وبيتكسر البروتين، وده اللي انا بسميه بالديناتوريشن اوف البروتين او ديناتوريشن اوف الانزيم، زي ما قلت لان الانزيم ليه طبيعه ايه بروتينيه. يبقى احنا كده عرفنا ان بارتفاع الحراره هتزيد الكاينيتيك انرجي وهتزيد الريت اوف رياكشن لحد ما بوصل للاوبتيمم تمبريتشر. لو انا زودت درجه الحراره عن الاوبتيمم ديجري هيقل التفاعل عندي نتيجه ان حصل عندي ديناتوريشن للايه للانزيم. طب يا هل يا ترى الاوبتيمم تمبريتشر دي ثابته لكل الانزيمات؟ لا، انا جايبه لك هنا الموست كومن او النورمال يعني بشكل شائع الاوبتيمم تمبريتشر لمعظم الانزيمات هي عند حوالي 40 درجه سلزيه، ولكن دي مش ثابته لان الاوبتيمم تمبريتشر دي بتختلف من انزيم للتاني، لان في بعض الانزيمات بتكون ثيرمو ستيبل يعني تقدر تتحمل درجه حراره عاليه، وبالتالي الاوبتيمم ديجري بتاعتها بايه بتختلف. علشان كده لما بنيجي نحفظ الاكل عندي في المجمد اقدر ان انا احافظ عليه لفتره طويله. طب يا ترى ليه؟
لاني لما بحفظ الاكل عندي في المجمد اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انا اول حاجه عندي بوقف نشاط او بوقف المالتيبليكيشن بتاع الايه؟ المايكرو اورجانيزم. دي حاجه. طب الحاجه الثانيه اللي انا بتكلم عليها بقى في الجزئيه دي، ان انا بي لما بقلل درجه الحراره للصفر اللي هي درجه حراره المجمد او اقل من الصفر كمان زي ما موجود عندي في الفريزر، فده بيوقف عندي نشاط الانزيم وبيخلي الانزيم عندي inactive. طب الانزيم ده انا محتاجه في ايه؟ الانزيم ده اللي من خلاله الكائن بيستخدمه عشان يعمل digestion، هضم وتكسير للمواد الغذائيه. فانا من ناحيه وقفت الانزيم، ومن ناحيه ثانيه وقفت المالتيبليكيشن والجروث بتاع الايه؟ المايكرو اورجانيزم اللي عندي، يبقى انا بكده حافظت على الاكل لفتره طويله عندي في الايه؟ في المجمد. طيب ننتقل بقى للنقطه اللي بعد كده او الفاكتور اللي بعد كده، هو البي اتش. نفس الكلام، كل ما بزود البي اتش ديجري بيزيد عندي ريت اوف رياكشن. طب يا ترى بيزيد لحد فين؟ لحد ما بيوصل للاوبتيمم بي اتش او الدرجه المثلى اللي هي عندها بحصل على اعلى انزيم اكتيفيتي واعلى ريت اوف ايه؟ اعلى ريت اوف رياكشن. وهنا برضو انا جايباها الموست كومن عند حوالي 7، ولكن برضو الاوبتيمم بي اتش بتختلف من انزيم للايه؟ انزيم للاخر، لان في بعض الانزيمات ما بتشتغلش غير في الاسيديك ميديا، مور اسيديك ميديا. طيب المور اسيديك ميديا دي زي ايه؟ زي انزيم البيبسين. الانزيم البيبسين اللي بيتفرز عندي ما بيشتغلش غير لما بيقابل ايه؟ الاسيد بتاع الايه؟ المعده. اول ما بيقابل الاسيد بتاع المعده بدل ما بيكون في صوره غير نشطه بيبدا يتحول للصوره النشطه اللي هي صوره الايه؟ البيبسين، ويبدا الانزيم عندي اكتف. فعشان كده ما اقدرش اقول ان كل الانزيمات الاوبتيمم بي اتش ليها عند الايه؟ عند السبعه، ولكن ده بقول الموست كومن او الايه؟ النورمال لمعظم الانزيمات. طب لو انا زودت البي اتش عن الاوبتيمم ديجري اللي بيحصل نفس الكلام زي ما شفنا في حاله التمبريتشر، بيقل عندي ريت اوف رياكشن، فبلاقي عندي الكيرف بينزل كده مره واحده. طب ده ليه؟ لان نفس الكلام حصل عندي ديناتوريشن للانزيم. طب يا ترى الديناتوريشن هنا حصل ازاي؟ الديناتوريشن هنا حصل ازاي؟ اقول لك، لما جينا قلنا ان الانزيم ليه طبيعه بروتينيه، وطالما ليه طبيعه بروتينيه يبقى ليه امفوتيك ريبوبايتس اللي هي خواص متردده، واللي هي بترجع ان الامينو اسيد اللي هي وحده بناء البروتين اللي بيكون عند الانزيم بيحتوي على اسيديك جروب والكالاين جروب اللي هي كربوكسيليك جروب والامين جروب. فتغيير في البي اتش، لما بيحصل عندي تغيير في البي اتش اللي بيحصل عندي ان الايونيك ستيت او الايونيك تشارج للانزيم او للبروتين عندي بتختلف. فلما تختلف الحاله الايونيه بالتالي يختلف عندي شكل الايه؟ شكل الانزيم. فلما يختلف شكل الانزيم او يكسر الانزيم اللي عندي، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان السبستريت مش هيقدر يتعرف على الاكتف سايت بتاع الانزيم ولا يرتبط معاه، وبالتالي هيقف عندي الايه؟ التفاعل، ومش هيتم عندي التفاعل الكيميائي. فعلشان كده ريت اوف رياكشن عندي بايه؟ بيقل. يبقى لو جينا بصينا للكيرف اللي بيمثل لي التمبريتشر والبي اتش، الاثنين شبه بعض، بيزيد عندي الريت اوف رياكشن سواء كان في حاله البي اتش او التمبريتشر لحد ما بيوصل للاوبتيمم ديجري. لو انا زودت بعد كده عن الاوبتيمم ديجري بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ديكريز في الريت اوف رياكشن نتيجه انه حصل عندي ديناتوريشن للانزيم، اتكسر الانزيم وتغير الشكل بتاعه، وبالتالي السبستريت ما قدرش ان هو يرتبط مع الاكتف سايت بتاع الانزيم والتفاعل عندي مش هيتم. ننتقل للفاكتور رقم 3 وهو الانزيم كونسنتريشن. ولما جينا نبص العلاقه ما بين ديفرنت انزيم كونسنتريشن، لما باجي ازود عندي تركيز الانزيم بلاقي ان كل ما بزود تركيز الانزيم كل ما بيزيد الريت اوف رياكشن. يعني العلاقه هنا لينير ريليشن شيب، علاقه طرديه وعلاقه خطيه بتاكد لي فعلا ان كل ما بزود تركيز الانزيم كل ما بيزيد الريت اوف ايه؟ رياكشن. طبعا لان كل ما بزود تركيز الانزيم كل ما بيكون عندي مور اكتف سايت ان السبستريت ايه؟ يرتبط بيها، يكون عندي اكتف سايت وفير، عدد كبير جدا من الاكتف سايت اللي السبستريت هيرتبط بيه، وبالتالي بيزيد عندي الايه؟ بيزيد عندي الريت اوف رياكشن. ننتقل للفاكتور رقم 4 والاخير اللي هو السبستريت كونسنتريشن اللي هو تركيز السبستريت. هل كل ما بزود تركيز السبستريت زي الانزيم بيزيد عندي ريت اوف رياكشن؟ بيزيد، ولكن ايه؟ ولكن مش لينير ريليشن شيب، مش علاقه طرديه او علاقه خطيه، ده بيزيد لحد ما بيوصل عندي نقطه معينه. النقطه دي انا بسميها ايه؟ بسميها بالبوينت اوف ساتوريشن اللي هي نقطه التشبع. بعض النقطه دي بيحصل عندي ثبات في الريت اوف رياكشن، يعني مهما زود تركيز السبستريت الريت اوف رياكشن عندي مش هيتغير ولا يتاثر بعد النقطه اللي هي الايه؟ نقطه التشبع دي. طب يا ترى ايه اللي بيحصل عند نقطه التشبع دي؟ نقطه التشبع دي اللي بيحصل عندها ان كل الاكتف سايت بتاع الانزيم خلاص اتشغل بالسبستريت مولكيولز.
زي ما بخش كده اتوبيس والاقي كل الكراسي عندي مشغوله، كل الكراسي ناس راكبه عليها او ناس واخداها. نفس الكلام عند نقطه الساتوريشن دي، عند نقطه التشبع دي، بلاقي ايه؟ بلاقي ان كل بلاقي عند نقطه الساتوريشن ايه؟ بلاقي عند نقطه الساتوريشن ان كل الانزيم اكتف سايت، كل الاكتف سايت بتاع الانزيم زي ما قلت اوكيوبايد بالايه؟ بالسبستريت مولكيولز. خلاص بعد النقطه دي اللي هيحصل ايه؟ ان مهما زود عندي من تركيز السبستريت مش هيزيد عندي ريت اوف رياكشن، لان خلاص ما بقاش في اكتف سايت عندي فاضي، كل الاكتف سايت اتشغل، فمهما زود تركيز السبستريت مش هيكون لاي تاثير ولا على الانزيم اكتيفيتي ولا على ريت اوف ايه؟ ولا على ريت اوف رياكشن. طيب لما نيجي نبص بقى العلاقه ما بين السبستريت كونسنتريشن والريت اوف رياكشن، بسميها بالايه؟ بسميها بالساتوريشن كيرف وليس لينير ريليشن شيب. ساتوريشن كيرف معناها ان بتزيد لحد نقطه معينه اللي هي نقطه الساتوريشن، وبعد كده يحصل فيها استدي يعني ايه؟ ثبات. على العكس من الانزيم كونسنتريشن، العلاقه ما بينه وما بين الريت اوف رياكشن هي علاقه لينير ريليشن شيب، يعني علاقه ايه؟ طرديه او علاقه خطيه. كل ما هزود تركيز الانزيم كل ما هيزيد عندي ريت اوف ايه؟ ريت اوف رياكشن. وكده يكون خلصنا الفور فاكتورز، الاربعه فاكتورز اللي بيأثروا لي عندي على ايه؟ على نشاط الانزيم. ننتقل بعد كده بقى للنقطه اللي بعد كده، وهي الاستراكشر اوف الانزيم اللي هو تركيب الايه؟ تركيب الانزيم. لما جيت بصيت لي تركيب الانزيم بلاقي ان الانزيم عندي اما يتكون من جزء بروتيني فقط، وفي الحاله دي انا بسميه بالابو انزيم او السيمبل انزيم، والاكزامبل عندي انزيم البيبسين او اليوريز او الاميليز، او الانزيم الثاني اللي هو بيتكون من جزء بروتيني اللي هو الابو انزيم زائد جزء غير بروتيني اللي هو بسميه بالكوفاكتور. وفي حاله الانزيم اللي بيتكون من الجزئين، الجزء البروتيني والجزء الغير بروتيني، في الحاله دي انا ما بسموهوش بقى سيمبل انزيم زي اللي كان بيتكون من جزء بروتيني بس، لا ده انا بسميه ايه؟ بسميه بالكونجوجيتد انزيم اللي هو الانزيم المرتبط نظرا لارتباط الكوفاكتور بي، او بسميه بالكومبليت انزيم الانزيم الكامل، او بسميه بالهولو ايه؟ بالهولو انزيم. طيب اكزامبل ليه الكاتاليز او الفوسفاتيز او الفوسفوريليز انزيم. وخلي بالك نقطه مهمه، في حاله الكونجوجيتد انزيم الابو انزيم لوحده الجزء الغير بروتين لوحده ان اكتيف، يعني مش هيقدر يشتغل، لازم يرتبط بالكوفاكتور، لازم يرتبط بالجزء الايه؟ الغير بروتين. على عكس ما في حاله السيمبل انزيم هو كده كده بيتكون من جزء بروتيني فقط، فكده كده ايه؟ اكتيف. هديك مثال بسيط للكونجوجيتد انزيم، زي ما اجيبك انت واقول لك اديك مثلا قطعه اساس ثقيله جدا في البيت واقول لك شيل قطعه الاساس دي، هل انت لوحدك بمفردك انت كابو انزيم لوحدك جزء بروتيني فقط لوحدك تقدر تقوم بالمهمه دي؟ لا، محتاج ايه؟ محتاج صديق او محتاج شريك او محتاج حد يساعدك في حمل ايه؟ قطعه الاساس دي. نفس الكلام الابو انزيم لوحده الجزء البروتيني لوحده مش هيقدر يقوم بالايه؟ بالتفاعل الكيميائي، ولكن محتاج مساعد ليه او صديق مساعد ليه اللي هو الايه؟ الكوفاكتور او المساعد الايه؟ مساعد الانزيمي. والمساعد الانزيمي زي ما قلت ده بيكون ايه؟ نون بروتين بارت او نون بروتين كومباوند، يعني بيكون جزء غير ايه؟ غير بروتين. وزي ما قلت اكزامبل للكونجوجيتد انزيم الكاتاليز والفوسفاتيز والفوسفوريليز انزيم. ننتقل بقى ليه ايه هو الكوفاكتور. زي ما قلت الكوفاكتور هو الايه؟ الجزء الغير بروتيني اللي مرتبط عندي بالايه؟ بالابو انزيم او بالبروتين بارت في حاله الكونجوجيتد انزيم. طيب يا ترى الكوفاكتور ده وظيفته ايه؟ زي ما قلت زي ما اديتك المثال وظيفته ان هو يساعد الانزيم، انزيم هيلبر، زي ما صديقك هيساعدك في حمل قطعه الاساس نفس الكلام الكوفاكتور مساعد الانزيم هيساعده عشان يؤدي الايه؟ الفانكشن او الوظيفه الايه؟ الوظيفه بتاعته. طيب الكوفاكتور ده يا اما يكون اورجانيك يا اما يكون ايه؟ ان اورجانيك، وهناخد كل واحده من دي بالتفصيل في الشكل. نيجي نشوف بقى مع بعض الكوفاكتور اللي هو بيمثل لي الجزء الغير بروتيني. انا قلت يا اما يكون اورجانيك يعني بيتكون من اورجانيك مولكيول، وفي الحاله دي انا بسميه بالكو انزيم اللي هو المساعد الانزيم، او بيتكون من ان اورجانيك وفي الحاله دي انا بسميه بالبوسيتيك جروب، والاكزامبل ليها الميتال ايونز. والجزئيه دي انا جبت فيها سؤال قبل كده لخبط معظم الطلبه، السؤال كان بيقول ايه؟ النون بروتينيك كومبوننت الجزء الغير بروتيني، او النون بروتينيك بارت الجزء الغير بروتيني المرتبط بالابو انزيم في حاله الكونجوجيتد انزيم، هل انا بسميه بالكوفاكتور ولا بسميه بالكو انزيم ولا بسميه بالبوسيتيك جروب ولا الاختيار الرابع اول اوف زيم؟ طبعا الاختيار الصحيح هنا هو الاول اوف زيم، ما اخترتش ولا واحده من الثلاثه اللي هم الكوفاكتور او الكو انزيم ولا البوسيتيك جروب. طب ليه؟ لان انا قلت بشكل عام
الجزء الغير بروتيني، والجزء الغير بروتيني ده انا بسميه بالكوفاكتو، والكوفاكتو بيشمل كو انزيم وبيشمل بروسيتيك جروب، فالثلاثه دول صح، فما ينفعش اختار واحده واسيب الاثنين التانيين. يبقى الاختيار الاصح او الصحيح هو ايه؟ هو اولوفزيم، لان الجزء الغير بروتيني ده يا اما يكون كوفاكتو بشكل عام، او يكون كو انزيم لو كان بيتكون من اورجانيك مولكيول، او يكون بروسيتيك جروب لو بيتكون من ان اورجانيك ايه، من ان اورجانيك زي الميتال ايه، زي الميتال ايونز. نكمل بقى مع بعض. الاورجانيك كو فاكتور اللي انا بسميه بيه الكو انزيم اللي هو مساعد الانزيم، بلاقي ان ارتباط الكو انزيم عندي بالجزء البروتيني في حاله الكونجوجيتد انزيم هو ارتباط ضعيف جدا من خلال النون كوفالنت بوند. طالما ارتباط ضعيف يبقى سهل ان انا افصله خلال عمليه الدياليسيس، وبلاقي كمان ان الارتباط ده ارتباط تيمبو، يعني ارتباط مؤقت فتره، وبعد كده بيبدا ان هو ايه يحدث إيه ان ينفصل عن الايه، ينفصل عن الجزء البروتيني. طيب اكزامبل لي الكو فاكتور او الكو انزيم هنا ايه؟ الفيتامين والفيتامين دريفيتيف زي النيكوتين ادينين داي نيكلوتايد اللي انا بسميها بي الناد، والفاد اللي هي فلافين ادينين داي نيكلوتايد، والكو انزيم ايه؟ دي اكزامبلز لبعض امثله للكو انزيم. طيب انا قلت الكو فاكتور بشكل عام بيعمل كانزيم هيلبر، يعني مساعد للانزيم بيساعده في اداء وظيفته. طب يا ترى الكو انزيم مساعد للانزيم هنا هيعمل ايه؟ هيساعد الانزيم ازاي؟ انا بقول لي بيرتبط بارتباط ضعيف. طب طالما الارتباط بينهم كده ضعيف هيساعده ازاي؟ هقول لك يساعده ازاي. بيساعده ان هو بيعمل كتمبوري كارير، كحامل مؤقت، بيشيل عندي الكيميكال جروب زي الكربون دايكسايد او زي الامين جروب او الاتش اتومز اللي هي ذره الهيدروجين، وينقلها عندي من سبستريت للايه للتاني، فعشان كده بسميه بالتمبوري كارير، بالحامل الايه المؤقت. اكزامبل للانزيمات اللي مرتبطه عندي بالكو انزيم زي الدي هيدروجينيز والبيروكسيديز انزيم. ده كان بالنسبه للكو فاكتور لو كان اورجانيك كو فاكتور اللي انا بسميه بالكو انزيم. ننتقل بقى للنوع الثاني اللي هو الان اورجانيك كو فاكتور او اللي بسميه بالبروسيتيك جروب، ودوت بيكون ميتال اينز، والميتال اينز هنا بيكون مرتبط ارتباط محكم وقوي جدا بالجزء البروتيني اللي هو الابو انزيم من خلال كوفالنت بوند، على عكس طبعا من الايه من الكو انزيم. طيب طالما هو مرتبط ارتباط محكم بروابط تساهميه، يبقى الارتباط ده بيكون بيرمننت، ارتباط دائم، ونوت ايزلي ريموفد، يعني مش سهل ان انا اشيل الايه الارتباط ده. اكزامبل للميتال اينز زي المغنيسيوم، زي الحديد، زي المنجنيز، زي الخرسين، والعديد من الايه الميتال اينز. طيب يا ترى الميتال اينز هنا بتساعد الانزيم ازاي ان هو يؤدي وظيفته؟ ان هي بتعمل اكتيفيشن للانزيم. طب برضو بتعمل اكتيفيشن للانزيم ازاي؟ بتخلي كل من الاكتيف سايت للانزيم والسبستريت الاثنين كلوز توجذر، يعني قربوا من بعض، يعني بتعمل زي كوبري بريدج كده، زي كوبري او قنطره، اتقرب الاكتيف سايت بتاع الانزيم من السبستريت، فتسهل عمليه ارتباط السبستريت بالاكتيف سايت للانزيم عشان يديني الانزيم سبستريت كومبلكس، وبعد كده يديني الايه البرودكت. طيب اكزامبل الانزيم اللي مرتبط بالبروسيتيك جروب زي الكاتاليز والفوسفاتيز والفوسفوريليز ايه انزيم. وبكده يكون خلصنا الاستراكشر اوف انزيم اللي هو تركيب الانزيم، اللي قلت يا اما يكون جزء بروتيني فقط بسميه بالابو انزيم، او بيتكون من جزء بروتيني وجزء غير بروتيني، وفي الحاله دي بسميه بالكونجوجيتد ايه، بسميه بالكونجوجيتد انزيم. وخدنا الجزء الغير بروتيني دوت يا اما يكون اورجانيك بسميه بالكو انزيم، او يكون ان اورجانيك في الحاله دي بسميه بالبروسيتيك ايه، بالبروسيتيك جروب. وعرفنا كل واحده من دول ارتباطها بالابو انزيم ازاي، واكزامبلز ليها، وازاي بيساعد الانزيم عندي ان هو يؤدي وظيفته. الرسمه دي بتوضح عندي ايه؟ الرسمه دي بتوضح ارتباط الكو فاكتور او ارتباط الكو انزيم بالايه، بالابو انزيم او الجزء البروتين. زي ما قلت في حاله الكونجوجيتد انزيم او في حاله الهولو انزيم، الابو انزيم لوحده ان اكتيف ما يقدرش يقوم بالمهمه لوحده، انت لوحدك ما تقدرش تشيل قطعه الاساس الثقيله اللي انا قلت لك عليها، ولكن محتاج مساعد، محتاج شريك، محتاج حد يساعدك في المهمه او في الوظيفه دي. نفس الكلام الابو انزيم هنا لوحده ان اكتيف، محتاج كو فاكتور او محتاج كو انزيم عشان يساعده في الايه، في الوظيفه بتاعته. فيجي عندي الكو فاكتور، وهنا اكزامبل انا مديهولك اللي هو اورجانيك كو فاكتور اللي هو كو انزيم، هيرتبط بالابو انزيم عشان يديني ايه، عشان يديني الهولو انزيم، والهولو انزيم هنا في الحاله دي بيكون ايه، بيكون اكتيف، يقدر بعد كده بقى يستقبل السبستريت ويديني الانزيم سبستريت كومبلكس اللي بعد كده هيتكسر ويديني الايه، ويديني البرودكت. بكده يكون احنا خلصنا الاستراكشر اوف انزيم، وعرفنا ايه هو تركيب الانزيم.
النقطة اللي بعد كده ننتقل إلى إزاي تم تقسيم وتسمية الإنزيمات اللي هي الـ classification and nomenclature of enzymes. تم تقسيم وتسمية الإنزيمات على أساس two rules أو two base، على أساس قاعدتين. أول قاعدة عندي اللي هي type of substrate، نوع السبستريت اللي الإنزيم بيشتغل عليه. تاني رول أو تاني قاعدة عندي على أساس الكيميكال رياكشن اللي عندي للإنزيم بيقوم بيه، مش على أساس الكيميكال استراكشر. يبقى على أساس الكيميكال رياكشن والسبستريت، مش على أساس الكيميكال استراكشر، مش على أساس التركيب الكيميائي للإنزيم. طب يا ترى ليه؟ لأن لما جم يبصوا وجدوا إن الخلية الواحدة بتحتوي على أكتر من 1000 نوع من الإنزيمات، ولما جم يشوفوا التركيب الكيميائي للإنزيمات دي قدروا ان هم يتعرفوا على بعض الانزيمات او مجموعه من الانزيمات دي، هم اللي قدروا يتعرفوا على التركيب الكيميائي ليها، والتركيب الكيميائي لباقي الانزيمات لسه انون، يعني غير متعرف عليه. عشان كده ما اقدرش اخد التركيب الكيميائي كرول او كباز اقسم او اسمي الانزيمات على اساس. طيب احنا عرفنا كده ان احنا هنسمي ونقسم الانزيمات على اساس اما نوع السبستريت او على اساس الرياكشن. طب ازاي؟ برضو هنضيف مقطع سافكس اللي هي نهايه اي اس اي، مقطع اي اس اي، يا اما اضيفه لنوع الكيميكال رياكشن اللي عندي زي الهيدروليزس. مقطع اي اس اي انا ضفته للهيدروليتيك رياكشن اللي هي تفاعلات التحلل المائي، والاكسيدو ريدكتيز ضفت مقطع اي اس اي لتفاعلات الاكسيديشن ريدكشن رياكشن فسميتها اكسيدو ريدكتيز. او اضيف مقطع الاي اس اي اللي عندي لنوع السبستريت زي السكريز اللي هو بيشتغل على السكروز، المالتيز اللي هو بيشتغل على المالتوز، اللايبيز اللي بيشتغل على الليبيدز، وهكذا. يبقى انا بسمي الانزيمات او بقسمها على اساس تسميه الانزيمات، على اساس نوع السبستريت، وعلى اساس نوع الايه رياكشن. بضيف مقطع الايه، بضيف عندي مقطع الاي اس اي. نشوف بعد كده بقى ازاي تم تقسيم الانزيمات. تم تقسيم الانزيمات عندي الى 6 كلاسز، 6 مين كلاسز. اول كلاس عندي اللي هو الاكسيدو ريدكتيز اللي هي من اسمها مسؤوله عن الاكسده والاختزال. تاني كلاس عندي اللي هي الترانسفريز اللي هي انزيمات النقل اللي بتنقل عندي كيميكال جروب، وهنعرف بالتفصيل لما ندرس كل جروب من دول على حده. تالت كلاس عندي اللي هي الهيدروليزس، انزيمات التحلل المائي اللي بتشتغل عندي باضافه الماء. لايزس انزيمات التحلل ولكن بدون اضافه ماء وزاويه هيدروليزس، ده الفرق بينها وبين الايه الهيدروليزس. الايزوميرز اللي هي انزيمات التشابه اللي هي بتديني الايزوميرز اللي هي النظائر، واللي هي مركبات تشبه بعضها ولكن تختلف عندي في ترتيب الايه في ترتيب الذرات او في المولكيولر فورمولا عندي. لايجيزس اللي هي انزيمات الربط واللي هي بتربط ما بين الجزيئات وايه وبعضها. ناخد بقى كل كلاس من دول، يبقى دول الستة كلاسز: الاكسيدو ريدكتيز، الترانسفريز، الهيدروليزس، اللايزس، الايزوميرز، واللايجيزس. هناخد كل كلاس من دول على حده، هنشوف وظيفته ايه وهناخد اكزامبلز ليه. هناخد اول كلاس عندي بقى اللي هو الايه الاكسيدو ريدكتيز، ومن اسمها هي الانزيمات اللي مسؤوله عن الاكسيديشن ريدكشن ايه، يعني بتعمل كاتاليسيس لتفاعلات الاكسده والاختزال اللي بتحصل عندي للسبستريت، يعني يا اما بتشيل او بتضيف الكترونز او الهيدروجين اتومز، والاكزامبلز ليها السيتوكروم اوكسيديز. تاني كلاس عندي اللي هو الترانسفريز اللي هي انزيمات النقل، ومن اسمها بتنقل كيميكال جروبس او بتنقل مجموعات زي الفوسفات جروب، زي ما في حالة الترانس فوسفوريليز انزيم اللي هو بينقل الفوسفات جروب، او بتنقل امينو جروب او الامين جروب زي ما في حالة الترانس امينيز انزيم. طيب الاكزامبل ليها الجلوتاميت بايوفيت ترانس امينيز. طب تالت كلاس عندي اللي هي الهيدروليزس اللي هي انزيمات التحلل المائي اللي هي بتكسر عندي المولكيولز وبتكسر الروابط، ولكن باضافه ايه؟ باضافه ماء او باستخدام الماء، عشان كده بسميها بالهيدروليسيس او الهيدروليتيك رياكشن. الاكزامبل ليها انزيم الاميليز اللي هيعمل عندي هيدروليسيس للستارش، يعني يكسر الستارش ولكن باضافه الايه؟ باضافه الماء. رابع كلاس عندي اللي هي اللايزس، انزيمات التحلل ولكن وزاويه هيدروليسيس، يعني بدون اضافه ماء، يعني هتكسر عندي وتشيل كوفالنت بوند ولكن بدون ايه؟ بدون ما تعمل هيدروليسيس. الاكزامبل عندي الهيستيدين ديكربوكسيليز، هيكسر سي بوند سي اللي موجوده عندي في الهيستيدين عشان يكون لي كربون دايوكسيد والايه والهيستامين. خامس كلاس عندي اللي هي الايزوميريز اللي هي انزيمات النظائر او التشابه، ودي اللي بتعمل عندي كاتاليسيس للرياكشن اللي بتكون لي الايزوميرز اللي هي النظائر. وقلت النظائر دي عباره عن مركبات تشبه بعضها ولكن الاختلاف عندي في ترتيب الايه في ترتيب الذرات بس وفي المولكيولر فورمولا.
الاكزامبل عندي الفوسفوهيكسوز ايزوميز بيحول الجلوكوز 6 فوسفات للايزومر بتاعه اللي هو الفركتوز 6 ايه الفركتوز 6 فوسفات. اخر كلاس عندي هي اللايجيزس اللي هي انزيمات الربط، ومن اسمها لايجيزس يعني بتعمل لايجيشن يعني بتعمل ربط عندي ما بين الايه الجزيئات وبعضها من خلال ان هي بتعمل كاتاليسيس للكوفالنت بوندنج يعني بتكون روابط تساهميه ما بين الجزيئات وبعضها، عشان كده سميتها بايه اللايجيزس لان هي بتعمل ربط للايه للجزيئات دي. اكزامبل عندي البيروفيك كاربوكسيليز هيربط ما بين ايه هيربط ما بين البيروفيت وما بين الكربون دايوكسيد الاثنين دول عشان يديني مين عشان يديني الاوكسال الاسيتات. لو احنا فاكرين الاوكسال الاسيتات كان اول مركب عندي في الكريبس سايكل دوت كريبس في حاله الريسبيريشن، والتفاعل دوت محتاج عندي ايه محتاج عندي طاقه. يبقى احنا كده خلصنا الكلاسيفيكيشن والنومنكلتشر اوف الانزيم. ننتقل للنقطه اللي بعد كده ننتقل بقى للنقطة اللي بعد كده وهي الميكانيزم اوف الانزيم اكشن. هندرس بقى الميكانيكية او الالية اللي من خلالها الانزيم بيرتبط عندي بيه السبستريت عشان يديني في الاخر الايه البرودكت. هندرس الكلام ده من خلال 2 بوينتس. اول بوينت عندي اللي هي تكوين الانزيم سبستريت كومبلكس فورميشن اوف الانزيم سبستريت كومبلكس. الانزيم عندي يرتبط مع السبستريت زي ما البوينتر بيشاور على الدياجرام. بعد ما الانزيم يرتبط بيه السبستريت بيديني مركب وسطي بسميه بالانزيم سبستريت ايه بالانزيم سبستريت كومبلكس. الانزيم سبستريت كومبلكس بعد كده يبدا ان هو يتكسر ويديني الايه يديني الانزيم زي ما دخل فيه التفاعل بدون ما يتغير زائد الايه زائد البرودكت. طب يا ترى التفاعل هنا بيحصل ازاي؟ بيحدث ان السبستريت يرتبط بحاجه تسمى بالاكتف سايت اوف الانزيم. زي ما قلت ان الانزيم في الخصائص بتاعه الانزيم في البدايه ان الانزيم سبيسيفيك ان فانكشن لكل انزيم سبيسيفيك سبستريت خاص بيه. ليه؟ لان الاكتف سايت اللي من خلاله السبستريت بيرتبط واللي موجود عندي على سطح الانزيم بيبقى كومبلمنتري في الشكل يعني مكمل في الشكل ومناسب تماما لشكل الايه السبستريت. فيبدا السبستريت عندي يرتبط بالاكتف سايت بتاع الانزيم عشان يديني الانزيم سبستريت كومبلكس اللي هيكسر بعد كده ويديني الانزيم زي ما دخل من غير ما يتغير ويديني الايه البرودكت. تاني بوينت عندي في الميكانيزم اوف الانزيم اكشن بقول ان الانزيم بيقلل حاجه تسمى زي ما قلت بالاكتيفيشن انرجي، ودي انا شرحتها بالتفصيل في خصائص الانزيم وقلت الاكتيفيشن انرجي هي ايه هي الطاقه اللازمه عشان تعمل لي اكتيفيشن للمولكيولز بتاعه السبستريت قبل ما تدخل عندي في التفاعل الكيميائي. واديتك مثال ليها لما قلت لك الهيدروجين بيروكسيد لو اتكسر عندي من غير انزيم بيحتاج حوالي 18 كيلو كالوري. طب لو جبت الكاتاليز انزيم عشان يساعدني في تكسير الهيدروجين بيروكسيد هيقلل لي الاكتيفيشن انرجي اللي هي كانت مقدره بحوالي 18 كيلو كالوري هيختزلها ويقللها لحوالي 6.4 كيلو كالوري. يعني معنى كده انه اختزل الاكتيفيشن انرجي باكتر من حوالي 65 في الايه 65%. نفس الكلام الدياجرام ده بيوضح الكلام ده. لو جينا بصينا عندي للدياجرام او الريد كلر الريد كيرف ده ادي عندي رياكتنت عشان تتحول ليه برودكت فهي محتاجه اكتيفيشن انرجي. بص الاكتيفيشن انرجي هنا قد ايه كبيره جدا طبعا. طب لو انا جيت انزيم بقى جبت انزيم عشان يعمل لي كاتاليسيس للرياكشن ده هيقلل الاكتيفيشن انرجي دي كلها هيقللها لاكتر من الايه هيقللها اكتر من النص. يبقى معنى كده ده بيفيدني ان الانزيم بيقلل الاكتيفيشن انرجي وبيوفر لي الطاقه اللي لازمه عندي في بدايه الايه بدايه التفاعل الكيميائي. بكده يكون احنا درسنا ازاي تم التفاعل ما بين الانزيم وما بين الايه سبستريت. اول نقطه من خلال تكوين الانزيم سبستريت كومبلكس. تاني نقطه من خلال ان الانزيم عمل lowering او decreasing للاكتيفيشن انرجي اللازمه عندي للكيميكال ايه للكيميكال رياكشن. طيب هننتقل بقى لجزئيه ثانيه وهي تو مودلز او تو ثيوري نظريتين بيشرحوا لي ارتباط الانزيم بالسبستريت عشان يديني الانزيم سبستريت كومبلكس. عشان الانزيم يرتبط بالسبستريت ويديني الانزيم سبستريت كومبلكس في نظريتين كده هنشرحهم مع بعض بالتفصيل. النظريتين دول بيوضحوا لي عمليه الارتباط دي. اول نظريه او اول موديل عندي اللي هو اللوك اند كي موديل اللي هو نظريه القفل والمفتاح. بمعنى ايه؟ زي ما بقول كده بالعاميه لكل لوك لكل قفل سبيسيفيك كي خاص بيه مفتاح معين خاص بيه. نفس الكلام هنا لكل انزيم سبيسيفيك سبستريت خاص بيه. ليه؟ زي ما قلت ان السبستريت بيبقى شكله كومبلمنتري واكزاكتلي فيت بيناسب تماما شكل الاكتف سايت بتاع الانزيم فبيركب معاه او بيتفاعل معاه وبيركب زي ما بقول القفل والايه والمفتاح. فبقول ان السبستريت ليه سبيسيفيك شيب ليه سيرتن سبيسيفيك شيب شكل معين
اكزاكتلي فيت، بيناسب تماما شكل الاكتف سايت بتاع الانزيم، عشان كده سميت النظريه دي باللوك اند كي موديل. ادي السبستريت ارتبط بالاكتف سايت بتاع الانزيم عشان يديني انزيم سبستريت كومبلكس، بعد كده هيتكسر يديني الايه الانزيم وينتج عندي البرودكت. دي كانت اول نظريه عندي بتوضح ارتباط الانزيم بالسبستريت عشان يديني انزيم سبستريت ايه كومبلكس. النظريه الثانيه اللي هي انديوسد فيت موديل. الانديوسد فيت موديل او النظريه الثانيه او النموذج الثاني ده بيقول ايه؟ بيقول ان السبستريت عندي الشكل بتاعه مش اكزاكتلي فيت، ما بيناسبش ابدا الشكل بتاع الاكتف سايت بتاع الانزيم. طب امال هيلح الارتباط او التفاعل هيحدث ازاي؟ بقول ان الاكتف سايت للانزيم نوت ريجيد، يعني مش حاجه صلبه، مش حاجه كده صعبه ان هي يحصل لها تشينج او ان هي تغير من شكلها، لا بالعكس. ده اول ما السبستريت بيقرب من الاكتف سايت للانزيم بيسهل، بيكون ان الاكتف سايت دوت نوت ريجيد يعني مش حاجه صلبه، بيسهل على السبستريت ان يعمل سلايت موفمنت يعني حركه بسيطه بداخل الايه بداخل الاكتف سايت، والانزيم بيبدا يغير من الشكل بتاعه تغيير بسيط عشان يناسب شكل الايه السبستريت. فلما يناسب شكل السبستريت او يغير من شكله، عشان كده انا سميتها بالانديوست، جاي من اندكشن من استحساس، انا بحس الانزيم ان هو يغير من شكله عشان ايه فيت يناسب شكل السبستريت. فلما يتغير عندي شكل السبستريت هيتغير سوري لما يتغير لما الانزيم عندي يغير الشكل بتاعه، وبالتالي الاكتف سايت عندي هيتغير حتى يناسب شكل الايه السبستريت، ويتفاعل السبستريت عندي مع الاكتف سايت للانزيم عشان يديني الانزيم سبستريت ايه الانزيم سبستريت كومبلكس. يبقى في الانديوسد فيت موديل هنا بلاقي ايه؟ بلاقي ان الاكتف سايت للانزيم نوت ريجيد، وبالتالي ده هيسمح للسبستريت ان يعمل سلايت موفمنت حركه بسيطه بداخل الاكتف سايت، ويسمح للانزيم كمان ان هو يعمل سلايت تشينج يعني تغير بسيط في الشكل بتاعه. التغير ده هيسمح للسبستريت ان هو يرتبط ارتباط تام بالايه بالاكتف سايت بتاع الانزيم عشان يديني الانزيم سبستريت ايه كومبلكس. وده كان تاني موديل عندي بيشرح لي ازاي اتكون عندي الانزيم سبستريت كومبلكس، او ازاي تم التفاعل ما بين الانزيم والسبستريت عشان يديني الانزيم سبستريت ايه كومبلكس. دي رسمه طبعا بتوضح الكلام اللي انا قلته. دي اول نظريه اللي هي الكي اند لوك ثيوري. ادي زي ما احنا شايفين ادي الانزيم والاكتف سايت يشبه تماما شكل السبستريت. فجاه السبستريت عندي ارتبط بالاكتف سايت بتاع الانزيم اداني الانزيم سبستريت كومبلكس، والانزيم سبستريت كومبلكس اتحول بعد كده لانزيم برودكت كومبلكس اللي هيتكسر ويديني الانزيم زي ما دخل والبرودكت. طب الانديوسد فيت موديل زي ما احنا شايفين ان السبستريت ما بيشبهش وما بيناسبش شكل الاكتف سايت، ولكن هيحصل عندي سلايت موفمنت او سلايت تشينج للاكتف سايت بتاع الانزيم، ويغير الانزيم تغير طفيف في الشكل بتاعه، فيسمح بارتباط السبستريت بالاكتف سايت بتاعه يديني الانزيم سبستريت كومبلكس، والانزيم سبستريت كومبلكس يديني الانزيم برودكت كومبلكس اللي هيكسر بعد كده ويديني البرودكت وايه والانزيم زي ما دخل في التفاعل. ننتقل بقى لاخر نقطه عندي في المحاضره وهي الانزيم انهيبيشن اللي هو تثبيط الانزيم. في بعض الكيميكال ايجنتس او بعض الكيميكال كومباوند، بعض المركبات الكيميائيه اللي بيكون ليها تاثير سلبي جدا على نشاط الانزيم وبتعمل انهيبيشن ليه، يا اما بتخليه ليس افكتيف يعني النشاط بتاعه بيقل، او حتى كمان بتخليه نون فانكشن يعني بتوقف الوظيفه بتاعته خالص. الكيميكال ايجنتس دي انا بسميها بالايه، بسميها بي ال انهيبيتورز. وهناخد نوعين عندي من الانهيبيشن او الانهيبيتورز، في الريفرسيبل انهيبيتورز والريفرسيبل انهيبيتورز، وهنعرف الفرق بين كل نوع من دول لما اجي ادرسه. اول نوع عندي اللي هو الريفرسيبل انهيبيشن من اسمها يعني تثبيط غير عكسي، يعني معنى كده لو انا شلت الانهيبيتور اللي عندي وشلت تاثير الانهيبيتور، الانزيم مش هيقدر يستعيد نشاطه مره اخرى، ده معناه معنى الريفرسيبل انهيبيشن. طب لو جينا بصينا على الريفرسيبل انهيبيشن هلاقي ان الانهيبيتور هنا في الحاله دي بيرتبط ارتباط محكم جدا بالانزيم من خلال كوفالنت بوند. الارتباط دوت بيكون ارتباط بيرمننت يعني ارتباط دائم، وبيكسر عندي نشاط الانزيم وبيخلي الانزيم عندي ان ايه ان اكتف. فارتباط الانهيبيتور عندي بالانزيم هيمنع بعد كده بقى ارتباط الايه السبستريت بالانزيم، ويوقف عندي نشاط الايه ويوقف عندي نشاط الانزيم. اكزامبل للريفرسيبل انهيبيتورز دي بعض البيستسايدز، بعض المبيدات الحشريه، وبعض الدراجز اللي بيكون ليها تاثير سام بويزنس على الايه على الانزيم، وممكن تكسر لي كمان الايه الانزيم. اكزامبل عندي البنسلين كاحد انواع الدراجز، بتمنع عندي انزيم يسمى بالترانس ببتديد انزيم،
وده الانزيم دوت مسؤول عن بناء السلول في البكتيريا، فوجود البنسلين ده هيوقف الترانس بيبتيداز انزيم، وبالتالي مش هيحصل عندي ايه، مش هيحصل عندي بناء للسلول للبكتيريا. ده في حالة الـ irreversible ايه؟ في حالة الـ irreversible inhibition. ننتقل بقى للنوع التاني من الانهيبيشن، هو الايه؟ الريفرسبل انهيبيشن، اللي هو التثبيط العكسي. ومن اسمه لو انا شلت التأثير الانهيبيتور اللي عندي، ففي الحالة دي الانزيم هيستعيد نشاطه ايه؟ مرة اخرى. طيب الريفرسبل انهيبيشن بينقسم الى نوعين، اول نوع عندي بسميه بالكومبتيتيف، وتاني نوع عندي بسميه بالنون كومبتيتيف. كومبتيتيف اللي هو التنافسي، طالما قلت في تنافس يبقى في عندي حاجتين، كل من السبستريت والانهبيتور الاثنين دول بيتخانقوا بيتنافسوا على حاجه واحده، وهي الاكتف سايت او البيندنج سايت بتاع الايه؟ الانزيم. طب يا ترى ليه؟ لان لما جم يبصوا في النوع ده من الانهبيشن وجدوا ان التركيب الكيميائي لكل من السبستريت والانهبيتور الاثنين تركيبه الكيميائي ليهم متشابه، فعشان كده الاثنين بيشبهوا تركيب الاكتف سايت او البيندنج سايت بتاع الانزيم، فكل واحد بيتنافس عايز ايه؟ يوصل للبيندنج سايت او للاكتف سايت قبل الثاني عشان يرتبط بيه. طيب الارتباط هنا بيكون ارتباط ايه؟ ارتباط تمبوري، يعني ارتباط مؤقت، يعني لو انا شلت الانهبيتور اللي عندي زي ما قلت الانزيم هيستعيد نشاطه ايه؟ مرة اخرى. طب اقدر ان انا اتغلب على النوع ده من الانهبيشن ازاي؟ اقدر اتغلب عليه لو انا زودت تركيز السبستريت شوية، لو انا زودت تركيز السبستريت شوية التركيز العالي من السبستريت يقدر يتغلب على الايه؟ على الانهبيتور، ويسبق ويوصل للاكتف سايت بتاع الانزيم ويرتبط بالاكتف سايت بتاع الايه؟ الانزيم. طيب الاكزامبل عندي الساكسينيك اسيد، بالساكسينيك دي هيدروجينيز بيتحول لفيوميك اسيد. طيب يا ترى مين الساكسينيك اسيد؟ ده السبستريت عندي. طب يا ترى مين الانهبيتور هنا؟ الانهبيتور هنا اللي بيشبهه في التركيب الكيميائي ليه هو الماليك اسيد، يبقى الماليك اسيد كانهبيتور والساكسينيك اسيد كسبستريت، الاثنين دول هيتنافسوا على ايه؟ الاثنين دول هيتنافسوا على الاكتف سايت بتاع الساكسينيك دي هيدروجينيز، عشان ايه؟ عشان نشوف لو الساكسينيك اسيد ارتبط الانزيم اللي هو الساكسينيك دي هيدروجينيز هيديني الايه؟ الفيوميك اسيد كبرودكت، ولو الماليك اسيد هو اللي فاز وارتبط بالاكتف سايت بتاع الساكسينيك دي هيدروجينيز هيوقف عندي الايه؟ هيوقف عندي التفاعل. ولكن زي ما قلت ان ارتباط الانهبيتور هنا بالانزيم هو ارتباط تمبوري، يعني ارتباط مؤقت، يعني اقدر ان انا اتغلب عليه لو زودت تركيز الايه؟ لو زودت تركيز السبستريت. ده كان اول نوع عندي من الريفرسبل انهبيشن، هو الايه؟ الكومبتيتيف انهبيشن. تاني نوع عندي اللي هو النون كومبتيتيف انهيبيشن، اللي هو الايه؟ التثبيط غير التنافسي. طيب هنا بلاقي ايه؟ بلاقي ان الهيبيتور اللي عندي بيرتبط بالانزيم، ولكن ما بيرتبطش بالاكتف سايت بتاع الانزيم. امال يرتبط بايه؟ يرتبط باذر بيندنج سايت، بموقع ارتباط اخر على سطح الانزيم غير الاكتف سايت، بسميه بالايه؟ بسميه بالالوستريك سايت. زي ما قلت في بداية المحاضرة ان سطح الانزيم مليان بالبندنج سايت، مليان بمواقع الارتباط اللي من ضمنها الاكتف سايت اللي السبستريت بيرتبط بيه. في النوع ده من الانهبيشن الانهبيتور ما بيرتبطش بالاكتف سايت، ولكن بيرتبط باذر بندنج سايت على سطح الايه؟ الانزيم. عشان كده بقول في النوع ده من الانهبيشن ان الانهبيتور طبعا عندي ما بيشبهش تركيب السبستريت، فما فيش تنافس. امال اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الانهبيتور بيرتبط بالانزيم عند سايت اذر زين غير الاكتف سايت، وفي الحاله ديت لما بيرتبط ايه اللي بيحصل بقى؟ طب برضو ما عرفناش لحد دلوقتي الانهبيشن تم ازاي. ما هو ارتباط الانزيم، ارتباط سوري الانهبيتور النون كومبتيتيف انهبيتور بالانزيم ما زال عندي الاكتف سايت فاضي. طب ما ممكن السبستريت يدخل، اقول لك لا، ارتباط الانهبيتور عندي بالانزيم من خلال الالوستريك سايت او من خلال اذر بيندنج سايت غير الاكتف سايت غير من الشكل الفراغي للانزيم، وبالتالي غير من الكونفورميشن او كونفيجريشن بتاع الاكتف سايت، وبالتالي السبستريت ما قدرش ان هو يتعرف على الاكتف سايت بتاع الانزيم ولا قدر ان هو ايه؟ يرتبط بيه. عشان كده بيوقف عندي التفاعل الايه؟ الكيميائي، وبيعمل انهبيشن ليه. اكزامبل عندي السيانايد كنون كومبتيتيف انهبيتور بيعمل انهبيشن للسيتوكروم اوكسيديز، ودوت اللي موجود عندي في الايه؟ في الريسبيراتوري تشين الموجود عندي في الميتوكوندريا اثناء الريسبيريشن. يبقى ده كان تاني نوع عندي من الريفرسبل انهبيشن اللي هو النون كومبتيتيف انهبيشن، وهنا مفيش تنافس، بينما الانهبيتور عندي بيرتبط بالايه؟ ببندنج سايت على سطح الانزيم اذر زين الاكتف سايت، وبيغير بقى من شكل الانزيم وبيمنع ارتباط السبستريت بالايه؟ بالاكتف سايت بتاع الانزيم. ننتقل بقى لاخر نوع عندي من الانهبيشن. قبل ما ناخد اخر نوع عندي من الانهبيشن
بقول دوت ديجرام بيوضح عندي العلاقه ما بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف انهيبيشن. بص عندي كده في الكومبيتيتيف انهيبيشن ادي السبستريت وادي الانهيبيتور، الاثنين دول ليهم نفس الشكل والاثنين دول بيشبهوا التركيب او الشكل بتاع الاكتيف سايت بتاع الانزيم، فالاثنين دول هيتنافسوا مين اللي يدخل على الاكتيف سايت ويرتبط بيه، اللي بقى القوي الاكتر واللي تركيزه اعلى هو الايه هو اللي هيرتبط. فلو الانهيبيتور اقوى وتركيزه اعلى هيرتبط بالانزيم وهيديني ايه انزيم انهيبيتور كومبلكس بدل ما كان هيديني الانزيم سبستريت كومبلكس، وبالتالي ده هيوقف التفاعل الكيميائي عندي لانه شغل الاكتيف سايت بتاع الانزيم. طيب النوع الثاني من الانهيبيشن هو نون كومبيتيتيف انهيبيشن، ادي عندي الانهيبيتور وادي السبستريت الاثنين ما يشبهوش بعض عشان كده بقول نون كومبيتيتيف مفيش تنافس. امال اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الانهيبيتور عندي هيرتبط بايه؟ هيرتبط ببندنج سايت على سطح الانزيم اصغر زي الاكتيف سايت، فلما يرتبط بيه هيغير من الكونفورميشن والشكل بتاع الاكتيف سايت ويغير من الشكل الفراغي للانزيم، وبالتالي السبستريت عندي مش هيقدر يرتبط بالاكتيف سايت، فعشان كده هيمنع التفاعل الايه الكيميائي ان هو يحدث. ده كان بالنسبه للكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف انهيبيشن كريفرسبل انهيبيشن او كنوع من انواع الانهيبيشن اللي هو التثبيط العكسي. ننتقل بقى لاخر نوع عندي من الانهيبيشن وهو الفيدباك انهيبيشن او الالوستريك موديوليشن او بسميه بالنيجاتيف باك انهيبيشن. والنوع ده من الانهيبيشن غريب جدا لان الانهيبيتور هنا مش حاجه داخله في التفاعل، لا ده حاجه طالعه من التفاعل. بمعنى الانهيبيتور هنا هو البرودكت الاند برودكت اللي هيطلع عندي نتيجه تفاعل الانزيم مع السبستريت. بص عندي في التفاعل الاولاني ده ادي الانزيم هيرتبط بالسبستريت هيرتبط بالاكتيف سايت بتاع الانزيم وهيديني انزيم سبستريت كومبلكس، ده التفاعل اللي احنا عارفينه، وبعد كده الانزيم سبستريت كومبلكس يتكسر ويديني البرودكت. طيب في حاله بقى انتاج مستويات اعلى من البرودكت الاند برودكت، هنا الاند برودكت هنا كاكزامبل الجلوكوز، ففي حاله انتاج هاي جلوكوز ليفلز، في حاله انتاج كميات كبيره من الاند برودكت، الاند برودكت ده بيعمل كانهبيتور يرتبط بالايه؟ يرتبط بالسبستريت. بس يا ترى هيرتبط فين؟ هل يا ترى هيرتبط بالاكتيف سايت بتاع الانزيم اللي هو مكان السبستريت، ولا هيرتبط بموقع اخر زي ما كان في حاله النون كومبيتيتيف انهبيشن؟ هيرتبط بموقع اخر غير الاكتيف سايت بتاع الانزيم، ده بسميه بالايه؟ بسميه بالالوستريك سايت. وقلت الالوستريك سايت دوت موقع موجود على سطح الانزيم اذر زين الاكتيف ايه؟ اذر زين الاكتيف سايت، زي ما كنت بقول ان سطح الانزيم مليان بمواقع الارتباط، في منها الاكتيف سايت اللي السبستريت بيرتبط بيه، وفي منها اذر بيندنج سايت زي الايه؟ زي الالوستريك سايت. طيب الجلوكوز هيجي يرتبط فين؟ هيرتبط بالالوستريك سايت بتاع الانزيم ده. طب برضه ايه المشكله؟ طب ما هو لما ارتبط بالالوستريك سايت طب ايه؟ طب ما هو الاكتيف سايت فاضي اهو، طب ما يجي بقى السبستريت يدخل ويرتبط بيه. لا اقول لك لا، ارتباط الجلوكوز بالاكتيف سايت بتاع سوري بالالوستريك سايت بتاع الانزيم نفس الكلام زي ما كان في حاله النون كومبيتيتيف انهيبيشن، غير من الكونفورميشن او الكونفيجريشن الشكل الفراغي للايه للاكتيف سايت وغير من الشكل الفراغي للانزيم، وبالتالي السبستريت مش هيقدر يرتبط بالايه بالاكتيف سايت للانزيم، وعشان كده التفاعل عندي يحصل له ايه انهيبيشن. يبقى في النوع ده من الانهيبيشن الاند برودكت هو اللي هيعمل كايه كنون كومبيتيتيف انهيبيشن او كنون كومبيتيتيف انهيبيشن. خلي بالك من كلمه نون لان هي موجوده في سطر وكلمه كومبيتيتيف موجوده في سطر، فنون كومبيتيتيف يعمل كنون كومبيتيتيف انهيبيتور، وانا سميته هنا كنون كومبيتيتيف انهيبيتور لانه هيرتبط باذر بيندنج سايت بموقع اخر غير الاكتيف سايت واللي انا بسميه بالالوستريك ايه سايت، وهيمنع عندي نشاط الانزيم من خلال ان هو هيغير عندي من شكل الانزيم وهيغير من شكل الايه الاكتيف سايت بتاع الانزيم. ده كان بالنسبه للفيدباك انهيبيشن. طيب يا ترى هل النوع ده من الانهيبيشن الفيدباك انهيبيشن ليه وظيفه؟ فادني في حاجه اقول لك اه، النوع ده ليه وظيفه على عكس من الانواع الثانيه. وظيفته ايه؟ وظيفته ان لو حصل عندي انتاج كبير من الاند برودكت، يعني حصل تراكم للاند برودكت، ففي الحاله دي الاند برودكت هتعمل كانهيبيتور وتوقف لي نشاط الانزيم، فهتقلل سلو داون من الانزيماتيك اكتيفيتي عشان ما يقعدش يتراكم عندي البرودكت، وبالتالي هيحافظ على حالة تسمى من الهيموستيزيس اللي هي التوازن الخلية، فهيخلي كل من الخواص الكيميائية والفيزيائية للخلية في حالة ثبات، وده بيحافظ على توازن الكائن الايه الكائن الحي. طيب هل الفيدباك انهيبيشن ده يعتبر ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل انهيبيشن؟ لا يعتبر ريفرسبل انهيبيشن. ليه؟ لان لو انا سحبت الاند برودكت اللي طلع عندي يبقى انا كده
حميت الانزيم من انه يحصل له انهبيشن، لان لو حدث تراكم للاند برودكت، في حاله تراكم الاند برودكت، في الحاله دي الاند برودكت هيعمل كانهبيتور ويوقف او يقلل عندي من نشاط الايه الانزيم. عشان كده قلت ان التفاعل ده يعتبر ايه ريفرسبل، وعرفنا ايه هي اهميته. اكزامبل للتفاعل ده الجلوكوز، انزيم الهكسوكاينيز هيديني جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت اللي البرودكت اللي عندي لو زاد وحصل تراكم ليه، هو اللي هيعمل كانهبيتور، هيمنع عندي النشاط بتاع الايه الهكسوكاينيز انزيم. والتفاعل ده احنا بنشوفه في اول خطوه عندي في الجليكوليسيس. بكده يكون احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا، كده خلصنا المحاضره بتاعتنا واللي تناولت عده نقاط، منها تعريف الانزيم، خصائص الانزيم، العوامل اللي بتاثر على نشاط الانزيم، تركيب الانزيم، ازاي بيتم التفاعل ما بين الانزيم والسبستريت اللي هو الميكانيزم اوف الانزيم اكشن، وخدنا اخر حاجه اللي هي الانزيم انهبيشن او تثبيط الانزيم، وخدنا فيه كذا نوع، الريفرسبل اللي هو الغير عكسي والريفرسبل العكسي والفيدباك انهبيشن، وعرفنا كل نوع من دول على حده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.